خوين دالعت النار مع شي الوحده تقريبا هنا، جاو ولاد الساكنه هما اللي دخلوا الاولين تقريبا في الاطفاء، طفاو وخرجوا شاحنات وخرجوا كاميونات وخرجوا طوموبيلات منهم هاد العبد الموجود قدام. تحرقنا وكذا وكانت شي حاجه طفيفه، ولكن كانت نيران هائجه مع انفجارات متلتله متتاليه. والحمد لله دخلوا رجال الاطفاء تما وخرجوا معطلين واحد شويه، وقدامنا معاهم وكملنا معاهم الميسيو. جاو صحاب لي ديك حلوا لنا الماء هنا مع شويه المنطقه نائيه، وتغلبنا على هاد النيران والحمد لله خرجات. ما كاين لا خسائر بشريه لا خسائر ماديه، هما مدين على هاد الشيء، العافيه ديما كتندلع وكتطفق، وكنطلبوا من الله الله يصوب والله يقاد. غوتوا لي الاخوان، جابوا غوتوا لي، دخلنا لداخل جرينا الطوموبيلات اللي كانوا لداخل، نقدناهم درنا سناسل وخرجناهم. كاين اللي كيتفرق على البرميل كنرجعوا السناسل وكنرجعوا حتى كطيح العافيه شويه، وهذا كندخلوا في وسط هذيك العافيه قبل ما يجيو رجال المطافي، قبل منها كنخرجوا هذا الشيء. هم اللي جاوا رجال المطافي عاوناهم، دخلنا معهم التيوات، سرحنا معاهم، ساعدناهم في اي حاجه. خويا ملي شعلت شعلت مع شي 11، انا عندي واحد الباركين هي كنريح فيه واحد الكاريطه تما، تما فين كنريح، تما فين كنريح كنبيع تما الكارو، وكنا مريح في هذيك الكاريطه ودافع على شي وريقات لا سهل لا الله. ماشي 11 اخ، لا سهل الله، راه دافع على وريقات وبغى الله. لا ما عارف السبب ديالها اخ. هذا الحدث ليس حديث ان حديث ساعه، بل هو حديث سنوات. عندنا نتكلم على منطقه مهمشه لمده 11 سنه ساهمت في اخراج جيل من الضباع، جيل لم يحضر على تنميه ولم يحصل على شيء بسبب غياب المسؤوليه وغياب تراتبيات المسؤوليه. هذا القطاع اللي تنتكلموا عليه اليوم هو قطاع غير مقنن، هذا القطاع هو قطاع غير مقنن، بطبيعه الحال غادي يكون عنده مخاطر. علينا اليوم كمجتمع مدني نؤكدها تقني القطاع، ترتيب المسؤوليات، ومن سيد لي باي معلومات مغلوطه سيتحمل المسؤوليه، لان المعلومه هي اختصاص رجال الامن، والامن هو المكلف بالتحقيق. ولا نعلم هل هناك خسائر بشريه. الحمد لله بتدخل ابناء الساكنه والمنطقه والفعاليه المجتمع المدني والسلطه والامن لم يحدث هناك خسائر بشريه، ولكن هناك خسائر ماديه. علينا ان لا نحمل صاحب المحل اي مسؤوليه، لان هذا قضاء وقدر حتى لا يحصل ما حصل في طنجه. على اي مسؤول كيفما كان نوع ان يتحمل المسؤوليه في اطار الاختصاصات المكلله وما نص عليه الدستور وما ينص عليه القانون. ترتيب المسؤوليه هي حق، ونحن جميعا نؤطرون القانون ونلتجئ بالقانون ونتحرك بالقانون. اليوم كما تتشاهدوا بان هذا المحل عندما تعرض للاحتراق على شكل لافا، وعندما نتكلم عن لافا فهناك لافا بركانيه ساهمت في خسائر فادحه. لا يمكن لنا الا ان نستنتج ونطلبوا من هذا الشخص ان الله يصبره، ولكن هذه رساله للمسؤولين. تنطلبوا منكم ان جميع المسؤولين ينكبوا على هذا القطاع، ينكبوا على التجزئه المنعدمه اللي اليوم خرجت لنا، خرجت لنا ناس ما كناش نتنبؤوا بهذا الشيء اللي بغينا. عندما قال جلالة الملك نطالب بالتنمية في إطار الدستور ديال 2011، فقد تكلم عن المواطنة وتكلم عن المغربي. اليوم تلتمسوا من جميع الأجهزة أنها تنكب على هذه المنطقة، تنكب عليها بشكل فوري، تقني القطاع، تحرير الملك العام، مراقبة العمال. إلا جينا تكلمنا على القطاع خصنا الحمد لله ونشكره، بعد كاين خسائر مادية ما كايناش خسائر بشرية. ولو كانت خسائر بشرية هذاك السيد الله يرحمه ما عنده حتى ورقة.